السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج لونتربرونور ماروكان. البرنامج اللي الهدف ديالو هو تشجيع الشباب المغربي يدخل عالم المقاولة. اليوم جبنا لكم نموذج آخر كيدير المقاولة بطريقة أخرى. أيوب عقيل، السلام عليكم. صافا؟ الحمد لله. الحمد لله. صافا لاباس عليك؟ والله لاباس بخير الحمد لله. كي غادي رحلة التغيير؟ لا الحمد لله، داكشي مزيان. كما كتشوفوا دابا راني في قنيطرة، إن شاء الله غادي نتوجه للسلام. سلام، ممتاز. دونك الناس اللي ما تعرفوش أيوب عقيل غنخليه يهضر لكم على راسو بزاف. اوكي، قبل ما ندوي على راسي بغيت ندوي على البرنامج. لا يا انا كنشكر بزاف كريم اللي دار هذه الخطوه، هذه المبادره زوينه بزاف. وانا قبل ما نكون ضيف انا متتبع لهذا البرنامج، خصوصا انا شفت بزاف ديال الشباب اللي حضروا، واكتشفت بزاف الشباب اللي عندهم كلهم طريق مختلفه وقدروا انهم يحققوا الحريه الماليه ديالهم عن طريق ديك التجربه ديالهم وديك العلم اللي تعلموا. ممتاز، وهذا هو الهدف ديال البرنامج، هو نعطيو نماذج مختلفه باش كل واحد فيكم يلقى الطريق اللي غادي تريحو اكثر في عالم المقاوله. أيوب عقيل، أيوب عقيل شاب عادي كمثل الشباب الباقية، ولكن كيدير لي فلوغ اللي بها شهر كندير، حاول ندير يوميات ديالي في يوتيوب. داكوغ، دونك أيوب عقيل تيدير لي فلوغ، كنعرفوه لي فلوغ. أباغ لي فلوغ نبداو بالقراية. القراية، أوكي غنعاود ديك ليستواغ شوية من سيزيام، حيت هي نقطة التحول ديال أيوب عاقل. من كنت كنقرا عادي بحال جميع الدراري، ولكن في السيزيام في السينكيام كنت تعرفت على واحد اللعبه سميتها امل الشعوب. هذيك امل الشعوب لعبه استراتيجيه كتلعب فيها 3 ديمونسيون، يعني كتاكل كتشرب فيها كتعيش حياه تما في ديك اللعبه. لعبت فيها العام الاول، نجحت في ديك السينكيام، ولكن سيزيام جلست تما. علاش جلست؟ لاني وليت مدمن حقيقي ديال لي جو، وكنت يوميا كنلعب، وداكشي ما قدرتش اني نمشي للمدرسه. وضوبت العام الاول، ضوبت العام الثاني، طردوني من المدرسة. إذا أنت مطرود، مطرود، ما غاتنجحش في الحياة، ما غاتنجحش، طردوك. هذا هو الكلام اللي كان كيتقال لي. مني طردوني في المدرسة، خرجت نيت، خرجت من المدرسة ما بقيتش كنقرا، وجلست كنلعب، ماشي جلست كنلعب، بقيت كنلعب، ولكن الوالدة ديالي وداك الشيء خاصك تمشي تقرا، خاصك دير، خاصك تفعل، خاصك دير شي حاجة في حياتك أولدي، شو ولد خالتك اش دار، شو طاطا، المهم. حتى أنني واخا ما درت، عاودت ديك السيزيام عاوتاني، ما درت والو، ولكن كنت نجحت فيها. من بعدها تعرفت على واحد الدري الصديق ديالي، هذاك الصديق ديالي قال لي زعما راه تقدر تجلس على البيسي وتربح من الانترنت، وماشي تجلس وتلعب وما تستافد والو. قلت ليه كيفاش؟ قال لي خصك اول حاجه هي تقرا. قلت ليه شنو غنقرا؟ قال لي خصك تقرا كتبه ديال التنميه البشريه، كتبه ديال التنميه الذات. قلت ليه نمشي نشوفوا علاش لا. كنت قريت واحد الكتاب ديال ابراهيم الفقي، قوه التفكير، الله يرحمه. هذاك الكتاب اول مره غنقراه، اول مره غنحاول نقرا كتاب. قريت بحال هكا، بديت كنسمع في الامل، الحب، الحياه، النجاح، الكفاح. اول مره غادي نسمع في داكشي. زوين، يعني ممكن ندير شي حاجه بحياتي، ممكن. من بعد جابني الحال وقال لي صاحبي خصك ترجع تقرا. من بعد رجعت قريت وكنت جايب 6 في الجهوي، ولكن قلت والو غادي نرجع الباك ونحاول نقرا. المهم تقاتلت في الباك. من بعدها الحمد لله نجحت في ذاك الباك العام الاول، كان واحد الانجاز بالنسبه ليا، انجاز خطير، لانه ما كنتش كنحلم انني نشد الباك. من تما فهمت واحد الحاجه، لانك لا بغيتي دير واحد الحاجه ممكن غديرها. ملي تبرمج عقلي، تبرمج على هذه المساله، من تما مابقاش كتبين حتى حاجه مستحيله، اي حاجه غندخل فيها غنربح فيها. من بعدها قريت لالمانيا عام، من بعد كنت نمشي لالمانيا، ما مشيتش، رجعت مشيت لشفشاون، قريت عامين ديال كوميرس في ليستيا. داكوغ، بارفي. دونك قريتي عامين في ليستيا، نجحتي؟ نجحت، كملتيها. علاش ما خدمتيش كموظف؟ ما خدمتش كموظف لاني مني كنت كنقرا، مني كنت كنقرا ما كنتش كنقرا باش نشد الدبلوم ونمشي نخدم. كنت كنقرا ولكن كنت عارف بان مني غنشد الدبلوم ما غنخدمش. يعني شنو كنت كندير؟ كنت كنخدم في الانترنت. كيفاش كنخدم في الانترنت؟ كما قلت لكم انا راه الانترنت هي اللي غيرت لي حياتي المره الاولى. في ذاك الوقت كنت كنجلس وكنتعلم، كنتعلم مهارات تقريبا لمده 3 سنين، ما كنتش كنربح، كنسمع على الربح من الانترنت. كما الناس دابا، الناس اللي كيسمعوا راه حاليا راه كاين اللي كيسمع لي 5 سنين 6 سنين كيسمع لي، اما هو ما عارفوش شنو هو فيه. لا ولكن الصعيبه واش كنت تسمع ليه؟ تسمع عليه وكتخدم فيه، ولكن ما كتربح. هذا مشكل اخر حتى هو هذا. علاش؟ لان كما غندويو عليه ان شاء الله اليوم اكثر، الربح من الانترنت هو ماشي ربح، هو عمل. العمل والعمل في الانترنت، اي عمل تقوم به خاص تكون واحد المهاره.
ولا يكون واحد الخدمة كتقدمها. مستحيل يكون عمل بدون شيء، عمل فقط عمل كليكي ولا حتى الجملة اصلا فيها شي خطا، فيها الربح من الاذن، من الاذن غندخل نربح، غندخل تخدم ومن بعد يا هذه هي الفكرة. غندخل نخدم، غندخل نتعلم، حيت اهم شيء هو التعلم. دابا هادشي اللي انا اللي فيه دابا هو مجموعه ديال واحد المهارات تعلمتها من قبل. داكور، كلشي اللي هادشي اللي وصلت لي دابا هي مجموعه ديال المهارات، ودابا كنطمح اكثر، حيت انا باقي ولا شيء، ولكن كنطمح نتعلم مهاره جديده باش نتعلم اكثر. داكور، تعلمتي تخدم في الانترنت، بديتي كتربح شويه من الانترنت؟ الحمد لله، دابا عندي عامين وانا خدام غير في الانترنت. هذه خدمتك؟ هذه هي خدمتي. داكور، واش في نظرك واحد اللي باغي يبدا لا كارير ديالو في الانترنت وباغي حتى هو يتزوج ويدير عائله، واش ممكن؟ ممكن، ممكن الا حيت دابا في الانترنت المشكل اللي فيها هو واش كلشي يقدر يدير؟ ماشي كلشي. شنو المواصفات ديال الواحد اللي باغي يخدم في الانترنت؟ اول حاجه خاص يكون عنده يقدر يحل المشاكل، لان الانترنت المشكل اللي فيها شنو هو؟ ما كاينش مدرسه كتدخل ليها اكاديميه وكتعلم فيها ومن بعد كتخرج واحد العيبه. لا، الانترنت هي كبيره. انت واش قادر تجلس على البيسي وتعلم فيه؟ واش انت قادر تجلس على البيسي تعلم مهارات، مثلا تعلم فوتوشوب، تعلم لونغلي، تعلم البروغراماسيون، تعلم داكشي ديال نولي ديفلوبر، نولي ديزاينر؟ شنو هي الحاجه اللي نقدر نتعلمها؟ داكور، دونك خصني نتعلم مهارات ونبيعها سير الانترنت. نبيع نفك مشاكل ديال الناس اخرين في الانترنت ونتخلص. نتخلص. داكور، كادي فهمناها. مثلا ايوب عاقيل، ما بين الخدمه في الانترنت ولي فلوغ ما العلاقه؟ كما قلت لكم انا كما قلت في واحد الفلوغ، قلت لهم زعما انا تخليت على واحد الخدمه واتجهت لي فلوغ. علاش؟ لاني عرفت البيزنس ديالي الحقيقي اللي غادي من بعده غادي هو اللي غيكون ايوب عاقيل اونتربرونور عن طريق لي فلوغ. داكور، هادشي حبستي دابا؟ حبست داكشي اللي كنت كندير، ما بقيتش كنقلب على، كنت مثلا كنت كنصاوب، كنت كندير بزاف ديال لي سيرفيس، ولكن ما بقيتش كندير. علاش؟ لي ما لقيتش راسي في داكشي. كما قلت لكم راه الانترنت ماشي ديال كلشي، حيت هي عالم كبير. شنو غدير انت؟ شنو الدور ديالك؟ فين هي بلاصتك؟ فين هي بلاصتك؟ انا بلاصتي لقيتها في انني نطور، بحال دابا كنقرا على السوشيال ميديا ماركتين. انا دابا كنقرا على هادشي وكنحاول اي حاجه تعلمتها كنضيفها لراسي. داكور، مثلا كنقرا على هاو تو براند يور بيرسونال، يور بيرسوناليتي، فهمتي؟ كنحاول نتعلم هادشي، كنحاول نتعلم كيفاش تبراندي سميه، وداك الشيء اللي كنتعلمو كنطبقو على راسي باش من بعد تقدر تبيعو كسيرفيس. من بعد نقدر نبيعو كسيرفيس. داكور، بارفي. دونك بعدتي على الخدمه في الانترنت لان لقيتي لا نيش ديالك اون فادي، ولا سبيسياليتي اللي هي السوشيال ميديا ماركتينغ. كيفاش نبيع اون مارك ولا اون بيرسون في الانترنت؟ في الانترنت. داكور، دابا انت كتقراها واش في المدرسه ولا كتقراها؟ لا، في الانترنت. دابا كما قلت لك الانترنت المشكل اللي فيها، بحال دابا انا كنلاقي واحد المشكل اللي هو شنو هو لي كورس. دابا انا كنشري لي كورس من الانترنت، ولكن بعض المرات كتشري كورس وما كتستافد منه والو، ولكن ما خصنيش نقول شو هذا الحرام ضحك عليا شو ما داروا. لا، اي حاجه كنستافد منها، شي كنشري كورس ما كنستافد منه، على الاقل كنستافد كيفاش خلاني شريته. فهمتي كيفاش؟ انا اي حاجه عندي فيها الربح حتى هي داك تعلم، حتى هي تعلم في حد ذاته. ممتاز، هذه فكره ربما خاصها تسطروا عليها بالخط الاحمر، ان اي حاجه كنعيشوا فيها كندوزوا منها اون سيتوياسيون، كتلاقاو مع شي واحد تعامل معنا مزيان كنستافدوا منه، ما تعاملش معنا مزيان كنستافدوا منه. فوالا، دونك هذه نقطه مزيانه. دابا ايوب عاقيل كيفاش كيشوف راسو من هنايا؟ انت بديتي دابا بحال نقولوا في بدايات العالم، دخلتي لعالم المقاوله في البدايه ديالك دابا ان شاء الله. يا شنو هما الخطوات اللي انت داير في بالك، ولا كيفاش تشوف راسك من هنايا لقدام؟ من هنا لقدام، دابا انا كما كتعرف الفلوغر يعني اهم شيء كنركز عليه حاليا هو الشخصيه، هو الاسم ديالي. داكور، كنحاول ما امكن ندير المستحيل، نخدم اكثر. كما كتشوف كنخدم على السوشيال ميديا كامله، على اليوتيوب، سناب شات، الانستغرام، السوشيال ميديا كامله كنحاول نخدم عليهم، وكنحاول داكشي اللي تعلمته كنطبقه في راسي. على راسك؟ يعني من هنا كنحاول ما امكن يكون، كنحاول نلعب على سميتي تكون من بين السميات المعروفه في المغرب. داكور، على اساس؟ على اساس من بعد نقدر بسميتي نحل شركه اللي تقدر تكون ديال السوشيال ميديا ماركتين، وبهذيك المهارات اللي تعلمتها وديك التجارب. حيت هادشي نقول لك ماشي دابا، هادشي راه عمري قلته في شي بلاصه، ولكن دابا جات الفرصه اني باش ندوي عليه، اللي هو من بعد ان شاء الله نقدر نكري شركه ديال
ديال السوشيال ميديا ماركتينغ بحال ماشي بحال ولكن كنحاول ندير داك بحال غاري في عنده غاري في غادي ندير لكم هذا هو اللي كنتعلم من عنده حيت هذه مزيانه وضروريه في الانترنت اللي باغي يقلب على يعني الا بغيتي تربح من الانترنت قلب على شخص موديل قلب على شخص هذاك اللي غادي ينفيدك مثلا انا عندي غاري في كنحاول نتصنت ليه يوميا وكنحاول نقرا لي كورس ديالو كتبه ديالو كنشريه من عنده يعني اي حاجه دارها كنحاول نتبعو لانه هو عند بالي هو بالنسبه لي هو المثال وانا هذاك المثال باغي نطبقه عربيا داكوغ دوك هذه رساله للناس اللي كيتفرجوا فينا واللي ربما يقدروا يحتاجوا اي عاقل في السوشيال ميديا ماركتينغ لان ديجا وصل هو شي حاجه لان في مده قصيره وصل انه يبيع الاسم ديالو فهاد القضيه هذه ربما الناس اللي ممكن يتعاملوا معاه محدو فلوغر حتى من مازال ما طلعش تقدروا تتعاملوا معاه دابا لان من بعد فاش كتولي ربما السيرفيس غادي يولي ان شاء الله اكثر غلا وداكشي وهادشي محتاجين ربما في المغرب محتاجين في المغرب وهذه ذكرتني بواحد المساله مهمه في المقاوله في العلم بالمقاوله في الوقت اللي كنعيشوا فيه الان دزنا من المرحله ديال البي تو بي البي تو سي بزنس تو بزنس بزنس تو كاستمر لواحد النيفو واحد اخر اللي هو الاتش تو اتش human to human دونك غنوليو نبنيو دي بيزنس على دي بيرسون اللي كنعرفوهم ماشي على شركه بسميه ما كنعرفوهاش وكتخلع ربما هذه فكره ممتازه اللي بغى يدير لا بوبليسيتي للشركه ديالو يقدر يدير لا بوبليسيتي من خلاله هو كشخص ولا من خلال شي شخص ديجا اللي كاين في المارشي ومعروف وهذا من الاشخاص اللي تقدروا تبنيو عليهم ليماج ديال الشركه ديالكم ولا ديال اي حاجه بغيتوا ديروا ليها لو بيزنس دابا باش نكونوا نفيدوا اكثر شنو من النصائح اللي تعطي الدراري اللي كيديروا لي فلوغ هذه وحده وشنو هما النصائح اللي تعطي للشباب اللي باغيين يبداو في المقاوله يبداو يديروا مقاوله من تجربتك الخاصه بالنسبه للي فلوغ دابا لي فلوغ اهم شيء فيهم هو خص دابا ماشي في لي فلوغ في اي دومين دخلتي ليه هي العقليه كيفاش انا غندخل فواحد الدومين وانا غريب عليه فهمتي كيفاش دابا ها هو دومين وانا غندخل عليه اول حاجه باش تفوت الناس كاملين اللي فيه اول حاجه هي العقليه كيفاش انت كتخدم مثلا يقول لك كيفاش خاصني نعرف ان الا بغيت ندخل دومين خاص يكون الصبر خاص تكون شحال من الاشياء دابا هي كتبان لينا غير دايزه ولكن راه باش تدخل لواحد الدومين خاصك تخدم بزاف وخاصك تقرا بزاف وخاصك تخدم بزاف حيت الا جمعتي بين القرايه وبين الخدمه غادي توصل في اي دومين ماشي غير في الفلوغ مثلا انا كواحد كيدير لي فلوغ فين مشيت عند واحد الطوب في العالم كيسي نايس كيدير لي فلوغ حاول نتفرج فيه يوميا ماشي كمتفرج كواحد باغي يدير داك الشيء في العالم ديالو داكور يعني اي حاجه كيديرها كنحاول نسطرها وكنقول علاش داير بحال هكا علاش قتل ما كاينش شي واحد هذه خذوها زعما من عند ايوب ولا من عند اي واحد سمعته من عنده ما كاينش شي واحد كيدير شي حاجه هكاك اي واحد كيقول واحد الكلمه عنده واحد الواقع اخر واحد. مثلا انا ملي كيشوفوني الناس كنقول والعالميه ترارا ترارا الناس كيقول لك بزاف الناس كيقول هذا مبرهش هذاك ولكن ما عارفينش الناس راه انا كيتفرج في واحد صغير واحد عجوز واحد مطلقه واحد يعني ما كاينش واحد كيدير شي حاجه هكاك ديما كيديرها لواحد السبب انت خصك تفهمو الا استطعتي وصلتي لهذه انك باغي تدخل لواحد الدومين وتفهم ماشي تعرف تفهم علاش كيدير هذيك وعلاش كيدير هذه غتوصل فيه داكو بحال دابا انا اللي باش نختصروها الفهم هو اللي يساعدك على انك تطور دونك خصك تكون تتفهم داكشي اللي كيدار داكشي اللي بغيتي دير اللي بغيتي دير وتولي تفهم شنو كدير شنو كدير ما ديرش اي حاجه غير ماشي دير دونك ممتازه هذه الفكره باش ربما نساليو بها رساله اخيره كلمه اخيره بالنسبه للانتربرونور انا باقي يلاه بادي باقي ما عنديش شي مشروع في ارض الواقع اللي نقدر نبني عليه ولكن عندي فكره وكنحاول نفكر بحال الانتربرونور كيفاش غندير غنقرا حيت القرايه هي اللي كتسهل عليك عمي انا عندي صحابي انتربرونور ملي كنجلس معاهم وكنسولهم وكندير كيقول لي شوف انا مشيت عند الناس الواعرين مشيت كنقرا لهم وهذه اهم حاجه هي انك سير على الناس اللي واصلين وحاول تقرا عندهم حاول تشري من عندهم حاول وما تهينهمش ديما متعلم ديما تلميذ وغادي تتعلم وغادي تفوتو تمام ممتاز ربما هذه فكره زوينه اللي سطر عليها ديال انني عاد بادي قالك عاد بادي وعندي فكره في هذا البرنامج هذا ما بغيناش نجيبوا مقاولين اللي عندهم هذه احسن حاجه عجبتني في البرنامج والملايين
لان غادي نعليو عليكم لا بار شو الناس اللي يلاه بادين ولا يلاه تيقراو دي زيتوديوم غير نجيبو ناس يلاه بادين بشويه بعام عامين بخمس سنين بست سنين كاع ماكسيموم ويلاه تيتقاتلوا باش تفهموا بان راه ممكن انت دير خطيوه 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 وتوصل على هاد الناس هادو الا كنتي يلاه ناوي تبدا وحتى الا كنتي بادي وعايش واحد المشكل وناوي تحبس الشركه ديالك ولا المقاوله ديالك اولا الفكره ديال المشروع اللي عندك غتشوف ان الناس اخرين تما تيعانيو وتيتقاتلوا ربما مازال ما عندهمش الفلوس بزاف ولكن مازالين كمالين باش انت تكمل ومزيانه هاد الفكره شي عقلوا على هاد البرنامج ان شاء الله وعقلوا على هاد الحلقه من هنا لخمس سنين غتشوفوا هادشي اللي قلناه واقع وانا مؤمن بهاد الفكره والفكره اصلا ديال البرنامج هذه ربما اول مره غادي نقولها هو اننا غادي ندوزوا على واحد 100 ديال المقاولين وفاش غدوز واحد 10 سنين غنرجع عندك 100 ديال المقاولين ونجي نقول لك اه يا رجع لي داك الفيديو اللي درنا في 2016 وغنبقاو نديرو مقارنه ديال الفيديو ديال دابا والفيديو ديال يا جميل 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 باش نبينوا بان راه داك الشيء كيدار بطريقه اللي هي براغماتيه الناس كتخدم كتوصل ما كاينش لا راه غير صدقت له ولا شي حاجه دونك هذه هي الفكره غادي نساليو بها الا عندكم دي زانفيتي بغيتونا نعرضوا عليهم مره اخرى كتبوهم لينا في لي كومونتير الا عندكم سؤال ايوب عقيل كتبوه في لي كومونتير يزيد يوضح لكم اكثر ربما يدير لكم فيديو ولا في الفلوق ديالو يعاود يجاوب على الاسئله ديالكم نتلاقاو في حلقه واحده اخرى مع انفيتي واحد اخر من هنا لتما ما تنساوش تهلاو في راسكم ريستي انتربرونور والسلام عليكم تشاو تشاو